حياكم الله. بينما يستعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء زيارة إلى الولايات المتحدة في 20 من شهر أغسطس الجاري لبحث جملة من القضايا المشتركة بين بغداد وواشنطن بمجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار وسبل تعزيزها، يتقدمها مصير التواجد العسكري الأمريكي وجدولة الانسحاب ناهيك عن ملفات أخرى تتعلق بمواجهة تبعات خطر جائحة كورونا وضبط إيقاع التوازنات في المنطقة. بدأت كتل وقوى سياسية بوضع شروط ومطالب مسبقة يتعين على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الالتزام بها أثناء تلك الزيارة. فهل سينجح الكاظمي بهذه الزيارة والتي ربما ستكون نقطة النهاية للتواجد الأمريكي في العراق كما تريد بعض الكتل وفق تحليلات وترجيحات سنتطرق لها في حلقة هذا اليوم؟ مشاهدينا، مثل ما تعرفون موضوعنا لهذا اليوم يتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي في واشنطن. تبعات هذه الزيارة وخصوصا الكثير من الكتل السياسية الشيعية عولت على هذه الزيارة ووصفتها بالزيارة المهمة من أجل ربما إخراج القوات الأجنبية من البلاد. طبعا حتى نتطرق أكثر لهذا الموضوع ينضم معنا الباحث بالشأن السياسي الدكتور إبراهيم السرهيد. مساء الخير دكتور، حياك الله. حياكم الله، مساء النور، مرحبا بك. يعني اليوم يعني زيارة السيد مصطفى الكاظمي المقبلة والقريبة جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الكثير من الجهات السياسية، الكثير من الكتل السياسية مثل ما ذكرت قبل قليل عولت على هذه الزيارة، وكان هنالك طموح من بعض القوى الشيعية بجلاء أمريكي من العراق تام وشامل من العراق. هل ستتحقق هذه الأمور؟ هل سينجح السيد الكاظمي في إيصال رسالة القوى الشيعية إلى واشنطن؟ طبعا قبل ما نتطرق لأمور أخرى تخص هذه المطالب، تفضل. نعم، حقيقة يعني تتضارب الآمال بإمكانية البدء في هذه الملفات لأنها ملفات ثقيلة جدا وملفات خلافية بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومات العراقية المتعاقدة، وسيحمل السيد الكاظمي تركة ثقيلة معه في هذه المفاوضات. أعتقد أن الدعم الواضح وإن كان دعما غير معلن أو غير مرئي، ولكن هو مجرد موافقة الحكومة الأمريكية على استقبال السيد الكاظمي في هذا التوقيت، هو فيه دعم له. أعتقد أنه سيتم تحقيق جزء من هذه المطالب العراقية. وطبعا المطالب مثل ما ذكرت أنه هنالك تباين، يعني هنالك اختلاف وانقسام في الشارع العراقي وأيضا ضمن الكتل السياسية حول هذه القضية في مسألة تواجد القوات الأمريكية. هنالك من يريد خروج القوات الأمريكية بالكامل، وهنالك من يريد بقائها بسبب تهديدات داعش المكررة على المناطق ولا سيما المناطق الغربية والشمالية أيضا.
نعم، اليوم نرى هنالك إصرار كبير سيد إبراهيم، عفوا دكتور، يعني اليوم نرى هنالك إصرار كبير من بعض القوى الشيعية على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. يعني اليوم الجميع يتساءل ما سبب كل هذه كل هذا الإصرار على إخراج القوات الأجنبية؟ يعني عملية التناغم مع الجانب الإيراني في هذه المسألة هي الضغوط الإيرانية معروفة. نعم. على إخراج القوات الأمريكية بالكامل من العراق، يعني حتى يعني تخلو الساحة مثل ما يقال للأجندات الإيرانية في المنطقة. الأمريكان مصرين كل الإصرار على أن تكون هنالك قوات على الأرض في الأراضي العراقية وفي القواعد التي تم بناءها، والتهديد واضح بعملية السيطرة أو الاستحواذ على مبالغ ضخمة موجودة في البنك الفيدرالي الأمريكي، أعتقد تصل إلى 35 مليار دولار، تهدد واشنطن بالاستيلاء عليها ومصادرتها تعويضا عن بنائها لهذه القواعد العسكرية حال خروجها من العراق أو إنهاء العمل بالاتفاقية الإطار الاستراتيجي. إذن الحكومة الأمريكية لديها ورقة ضغط على الحكومة العراقية. الحكومة العراقية الآن في هذا الوضع الاقتصادي المزري لا تتحمل مثل هكذا قضية، بل بالعكس أن السيد الكاظمي سيضع هذه النقطة من ضمن جدول الأعمال، والمطالبة بإطلاق هذه المليارات 35 من أجل تعزيز الاقتصاد العراقي. إذن هنالك قضيتين راح تكون مرتبطة بهذه المفاوضات، اللي هي هذه القضية إطلاق المبالغ، والقضية الأخرى أيضا هي مدى جدية حكومة السيد الكاظمي وتعهداته للجانب الأمريكي بإنهاء استهداف المؤسسات الأمريكية والسفارات بالهجمات الصاروخية. وكذلك أعتقد سيكون هنالك مطالب من الجانب الأمريكي بالالتزام من العراق بقانون قيصر الذي شرع ضد النظام. نعم دكتور، نشوف يعني الأطراف السنية أخذت موقف الصمت إزاء هذه الزيارة المرتقبة، وتوقفت عن إبداء الآراء والتحليلات عن نتائج الرحلة المرتقبة إلى واشنطن، ما السبب؟ الحقيقة الكتل، حتى نكون واضحين، الكتل السنية والكتل الكردية الآن لا توجد لديها مطالب بإخراج القوات الأمريكية بسبب ما عانته تلك المناطق أو مناطق التمثيل لهذه الكتل السياسية في المناطق الغربية من هجمات داعش وسقوط المناطق بيد داعش، وما عادت هذه المناطق إلا بتدخل قوات التحالف ودعمها وإسنادها اللوجستي وكذلك الجوي للقطاعات الموجودة على الأرض من أجل تحرير هذه المناطق. إذن الخوف من تكرار نفس السيناريو، ولا سيما التهديد المستمر من الجانب الأمريكي بإيقاف عمليات الدعم للقوات الأرضية، هذه المسألة تجعل الكتل السنية تعيد حساباتها ألف مرة قبل أن تطرح مثل هكذا مطلب. الكتل الشيعية هي من تطالب بإجلاء القوات الأمريكية بالكامل. نعم. وهذه المسألة سوف تكون يعني مسألة خلافية، لذلك على السيد المالكي أن يحاول أن يعني يوازن بين هذه الأمور وأن يستطيع أن يحقق مثل ما نقول توازن في هذه المسألة بين إرضاء الجانب الأمريكي وإرضاء هذه الكتل الناقمة المطالبة بإخراج القوات الأمريكية بالكامل. طيب يعني يمكن هذه الزيارة، زيارة السيد الكاظمي، راح تصادف مع بدء مباحثات الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي اللي انطلق في حزيران الماضي، هل هذه يعني هذه الفترة مناسبة لفتح ملفات مهمة تخص العراق مع ترامب فيما يخص الاستثمار، الصحة، إخراج القوات الأجنبية، ملفات الصلح بين طهران وواشنطن مثلا بوساطة عراقية؟ نعم، حقيقة اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، وكذلك الانتخابات التي سوف تحصل المبكرة تحصل في العراق، يجعل هنالك نوع من يعني التوافق بين الجانبين على القيام بشيء. نعم. يعني السيد ترامب يريد أن يحقق شيء في هذا الملف. طيب. من أجل أن يكسب نقطة لصالحه في حملته الانتخابية ضد جو بايدن المرشح الجمهوري،
وأيضا السيد الكاظمي يريد أن يحقق شيئا من الوعود التي قطعها للعراقيين في هذا الجانب، وإرضاء وإسكات بعض الكتل الناقمة والتي تحاول الآن أن في محاولات حثيثة وكثيرة للإطاحة بحكومته. لذلك هي أشبه بعملية تبادل مصالح في هذه الفترة. عملية انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي، هو أصلا الحوار قائم، مجرد أنه أعتقد أنه المتغيرات التي حصلت ولا سيما قضية انفجار بيروت الكبير سوف يضيف بعض النقاط إلى هذه المفاوضات. يعني حتى هذا الموضوع أعتقد سيكون من ضمن الأشياء المطروحة. احنا شاهدنا أن السيد الكاظمي سارع بتقديم المساعدات للبنان، مع أنه طبعا ولبنان أيضا هنالك عقوبات أمريكية يفترض أن تكون يعني قائمة على عملية تنظيم توريد المواد إلى بيروت، ولكن تم غض النظر عن هذه المساعدات كون هنالك كارثة إنسانية. الكتل السياسية أيدت هذه العملية، والأمريكان غض النظر عن هذه المساعدات التي انطلقت يعتبر نوعا ما يعني كسر لجدار حصار قديم جدا كان مفروض على الحكومة اللبنانية بعمليات الاستيراد والتصدير وأن تكون مبوبة وبإطلاع الأمريكان. طيب دكتور خليل، نعم عفوا، يعني خلينا شوي نرجع لبعض الامور اللي ذكرناها بشكل سريع، لمواقف وتصعيد بعض الكتل السياسيه الشيعيه من تصريحاتها ومواقفها تجاه هذه الزياره، ودعت السيد الكاظمي الى التحلي بالقوه، السيطره، وضع حد للتدخلات الامريكيه، ووضع حد لوجود القوات الامريكيه في العراق. يعني اليوم نرى بعض الجهات السياسيه بدأت تصعد من موقفها، هل سيكون السيد الكاظمي أو زيارة السيد الكاظمي لواشنطن هل ستكون الفيصل لمستقبل السياسي؟ بلا شك أنه هي تجربة صعبة، يتعين على السيد الكاظمي هنا أن يكون حذرا بالتعامل مع هذه القضية بالذات. يعني كل القضايا الأخرى التي طرحت في مجال الاقتصاد ومحاربة وباء وجائحة كورونا والقضايا الأخرى الاستثمار، كل هذه القضايا هي قابلة للنقاش، ولكن الضغوطات هي في عملية إخراج القوات الأمريكية. أعتقد أن السيد الكاظمي سوف يتعامل بحذر في هذا المطلب، ويوازن بين المطالب الأمريكية وجدول ربما الانسحاب. وأعتقد أن الأمريكان، يعني هذا برأيي الشخصي، أن الأمريكان سوف يعطون فسحة له وإرضاء لهذه الكتل السياسية الناقمة التي ربما تطيح به من خلال اتفاقها فيما لو لم يحقق شيئا مما ذكر، لأننا نجد أن الدعم مثل ما ذكرت في بداية الحديث، الدعم سواء كان المنظور أو غير المنظور للسيد الكاظمي، من المؤكد أن الأمريكان سوف يعطونه شيئا يناور به هذه القضية السياسية معروفة، سوف يعطونه شيئا للمناورة وأن يعود بجعبته شيء، لأن الكتل السياسية سوف تراقب زيارته وهي أثقلته بمطالب كثيرة، ولعل أصعبها وأكثرها يعني غير قابل للتحقيق هو قضية الخروج التام للقوات الأمريكية بشكل يعني تام. هذه القضية أعتقد هي سوف تكون العقبة الكؤود أمام السيد الكاظمي، عليه أن يناور في هذه القضية وأن يوازن بين التعهدات التي سيعطيها بعملية عدم استهداف هذه القواعد، والقضية الأخرى هو ماذا سوف يحصل من الأمريكان من خلال هذه الزيارة. طيب، إذا استطاع أن يوازن في هذا الجانب أعتقد أنها ستكون زيارة ناجحة، والقراءة الأولى لها أنها ستكون ناجحة، لأن الطرفين مقبلان على انتخابات،
وكل منهما يريد أن يحقق نصرا يظهر به أمام الجمهور. طيب دكتور، يعني احنا الان تكلمنا على صعيد سياسي وعلى صعيد خلافات بعض الجهات السياسيه وكتل سياسيه تريد يعني خيرا من هذه الزياره. نتكلم الان الجانب الاقتصاد والصحه والاستثمار، هل سينجح السيد الكاظمي بمثلا تجديد اتفاقيه امريكيه عراقيه، توقيع مذكره تفاهم او توقيع مذكره تخص الجانب الاقتصادي والصحي والاستثمار في العراق بين الجانب الامريكي ام لا؟ طبعا وفق تحليلات واراء ومعطيات. نعم. يعني مثل ما ذكرت، انا اجد انه هذه الامور التي ذكرت هي امور ثانويه، هنالك قضيه رئيسيه لكنها لم تدرج كقضيه رئيسيه في الجدول، وانما ذكرت هذه القضايا لانها تناغم الشارع العراقي. نعم. الشارع العراقي ايضا يعيش حاله من الاضطراب والفوضى، وهنالك مظاهرات مستمره في مدن كثيره من العراق، لذلك القضايا السياسيه اليوم ما باتت تهم المواطن العراقي الذي يحاول الجميع أن يدفعه إلى الانتخابات والمشاركة فيها. لذلك طرحت هذه القضايا من خلال مكتب السيد رئيس الوزراء، أنها هذه الزيارة ستكون زيارة عمل يعني تتناول الجوانب الاقتصادية وجوانب الاستثمار، وهذه القضايا التي يشعر المواطن أنها تهمه وأنها تحقق له بعض المصالح السريعه التي ممكن تحقيقها، لذلك طرحت بهذا الشكل. اعتقد انه القضايا هذه سوف لن تكون قضايا كبيره، وانما هي ترميم لاشياء ذكرت سابقا. يعني كيف يعني منطقيا كيف نعتقد ان الامريكان سوف يدخلون باستثمارات كبيره الى العراق وهم لا يستطيعون الان حمايه حتى السفاره في بغداد من الهجمات المستمره؟ يعني منطقيا ستكون هذه يعني ضمن ورقة العمل، يعني تتم مناقشتها والتحدث بها، لكن لن ينتج عنها اتفاقات كبيرة في هذا الشأن، إنما هي قضايا بروتوكولية ومكررة ومعادة. حتى في قضية جائحة كورونا، يعني ماذا يستطيع الأمريكان أن يفعلوا؟ الإصابات في أمريكا أكثر نسبيا من الإصابات في العراق. طيب دكتور، يعني في حال لو نجح السيد الكاظمي بهذه الزيارة في مجال النهضة الاقتصادية أو الاستثمار داخل العراق، استثمار مثلا أمريكي داخل العراق، ولكنه فشل في إخراج القوات، في ملف إخراج القوات الأجنبية من البلاد، هل سيحظى بدعم الكتل السياسية حال عودته؟ أو ربما فقط الكتل أو الأطراف السنية والكردية هي التي ستظل وتبقى تدعم السيد الكاظمي؟ و يعني ماذا بشأن الكتل الأخرى؟ بالنسبة للكتل الشيعية ستبقى تراقب هذه الزيارة وستركز على هذا الموضوع، ماذا تحرمي في هذه القضية؟ هي طرحت هذه القضية كقضية أساسية وهي تراقب أداءه، بالعكس سوف تستخدمها الكتل الشيعية كورقة ضغط ووسيلة تسقيط للسيد الكاظمي أنه لم يستطع النجاح في هذا المسار. أما الكتل السنية والكتل الكردية فمن المؤكد أنها، ومثل ما ذكرت جنابك، أنه يعني تسكت عن هذه القضية، لأنه المناطق هذه تعتقد أن وجود القوات الأمريكية في هذه الفترة هو ضمانة لعدم عودة داعش، الذي لا سمح الله إن عاد إلى هذه المناطق سوف تحصل انتكاسة كبيرة، وهي ما زالت لم تتعافى من المشاكل القديمة. طيب الدكتور إبراهيم السرهيد الباحث بالشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، ننتقل إلى موضوعنا الآخر حول قانون الانتخابات والأنظار التي تتجه على التصويت على قانون الانتخابات أو نحو التصويت على قانون الانتخابات. ورأينا عندما أعلن السيد الكاظمي موعد الانتخابات القادمة سيكون في 6 حزيران 2021
بعض الجهات السياسية والكتل السياسية رفضت هذا الموعد والبعض وافق، ربما يعني البعض تحجج عن هذا الموعد. كل هذه طبعا أيضا كان لغط وكبير حول التصويت على قانون الانتخابات، قانون المحكمة الاتحادية المادة 64 وغيرها من هذه الأمور، وأيضا قرار حل البرلمان. كل هذه الأمور أكيد اليوم راح نناقشها مع الخبير القانوني السيد طارق حرب. مساء الخير سيد طارق، حياك الله. مساء الخير لك ولمستمعيك الكرام ومشاهديك، تفضلي. شكرا جزيلا سيد طارق. يعني مؤخرا عندما أعلن السيد الكاظمي موعد الانتخابات في 6 حزيران 2021، خلي نبدي قبل ما نبدي بالقانون وأن نفسره وقانون المحكمة الاتحادية والمطالبات بحل البرلمان، الأنظار اليوم أصبحت متوجهة نحو التصويت على قانون الانتخابات. حصلت لنا طبعا أزمات كثيرة، مشاكل كثيرة مؤخرا، كورونا، حالة دون عقد جلسات البرلمان. طيب هذا التأخير في التصويت على هذا القانون المهم والحيوي، وخصوصا بعد إعلان السيد الكاظمي موعد الانتخابات، هل يصب في مصلحة العراق؟ شكرا لك سيدتي الكريمة. الأستاذ الكاظمي دولة رئيس الوزراء كان واضح وبين وشاهر كل أموره، يعني تولى تنفيذ العهد والوعد الذي قطعه سابقا، ألا وهو أن حكومته يجب أن تتجه إلى إجراء انتخابات، وأن مهمة الحكومة هو إجراء انتخابات، وأن إقالة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد الكاظمي ولأجل إجراء انتخابات. فالمقصد والمطلب والهدف والغاية هو إجراء انتخابات. لذلك تجدي أنه لما وجد أن الكل تراخى وابتعد عن ذكر الانتخاب، ألقى حجرا سياسيا وقانونيا كبيرا تمثل بتحديد يوم الانتخابات. هذا اليوم اللي حدده، نعم، واللي ممكن تقديمه وتأخيره، كان بمثابة تحريك لعقول، لألسنة، لقلوب السياسيين، فحرك المسألة الانتخابية. أكد في جلسته أول أمس مع مفوضية الانتخابات المبادئ اللي يجب أن نعتمدها، ألا وهو العدالة الانتخابية. يجب أن تكون مساواة في الانتخابات، يجب أن تكون الانتخابات نزيهة بعيدة عن التأثير والتزوير والتزيين. لذلك تجدين أؤكد على مسألة أن الشركة السابقة اللي قدمت الخدمة الإلكترونية قد تقدم على ما قدمت عليه سابقا، وأنه لا بد من البحث عن شركة جديدة تكون أكثر أمينة على أصوات الناخبين. طيب. كما أنه أكد على أن هنالك جلسة اتفق مع فخامة الجمهورية مع رئيس مجلس النواب لإكمال قانون الانتخابات، وأكد على أن الاتجاه يتجه إلى سد نقص المحكمة الاتحادية العليا. بقول هذا سحب البساط من يعني تحت أقدام المشككين الذين يظهرون الصعوبات المعاقات يقفون أمام الانتخابات. إذا وكما هو معلوم أن أغلب النواب لا يرغبون في إقامة الانتخابات، لأن الإنسان حريص على المنصب الموجود به، يعني ما يقبل أنه قبل سنتين أو قبل سنة ونصف يفقد منصبه. وكتل السياسية تخشى أن هنالك 70% لن يذهب إلى صندوق الاقتراع، وأن هذه 70% إذا ذهبت الانتخابات جديدة ستغير التوازنات السياسية، سيكونون هم أقلية اللي الآن أغلبية يكونون أقلية، وتجي أغلبية جديدة. لذلك وقفوا. لكن أرى أن اتجاه السيد الكاظمي حمل هدفه مقصده في خدمة الشعب وإجراء انتخابات، ويكون الفوز لكل واحد يقرر الشعب أنه مؤهل. طيب
طيب سيد طارق، يعني إلى أي مدى اليوم هل هذه يعني إشكالية معقدة إلى هذه الدرجة بحيث أنه البرلمان يصوت على قانون الانتخابات لكن لم يحسم موضوع الدوائر الانتخابية؟ يعني هل إلى هذه الدرجة المعادلة صعبة وموضوع حسم الدوائر الانتخابية وغيرها لكل المحافظات؟ هو قانون الانتخابات أسد دوائر الانتخابات، الدوائر الانتخابية، الوعاء الانتخابي، مثل القدرية، حضرت اللحم والفلفل والطماطة والبوتيتا، لكن غير أكو قدرية لنا، يعني الناخب، شروط الناخب وشروط المرشح والجرائم الانتخابية والتجلات، هاي كلها أحكام كما يقال روتينية. نعم. الحكم الأساس هو الوعاء الانتخابي، أي الدوائر الانتخابية. حتى لو فرضنا أنهم عارضوا ذلك، فموضوع عندنا قانون الانتخابات السابق لا زال نازل ولا زال يطبق وجيد جدا لإجراء انتخابات. يعني لا يمكن أن يكون قانون الانتخابات عائقا أمام إجراء انتخابات في موعدها أو قبل موعدها. لماذا؟ لأن عندنا قانون الانتخابات السابق اللي لم يلغى ولم يصدر قانون بإلغائه وبإمكان اعتماده إذا لم تتفق الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية للقانون الجديد. نعم، بالعودة إلى السيد طارق حرب الخبير القانوني. سيد طارق، يعني وصلنا إلى نقطة مهمة جدا، واليوم طبعا الشارع العراقي جميعا يتساءل عنها، اللي هو موضوع السلطة. من هي السلطة ومن هي الجهة المسؤولة والتي لها السلطة في حل البرلمان في حال إذا فشل في تمرير قانون الانتخابات؟ وهل لها الحق في حل البرلمان؟ أولا، حل البرلمان مسألة أساسية. أي لا يمكن إجراء انتخابات ما لم يحل البرلمان. لماذا؟ لأن دستورنا اشترط، قال يتم إجراء انتخابات خلال 60 يوم بعد حل البرلمان. طيب، يعني 60 يوم تحتسب من حل البرلمان. يمكن يصير انتخابات ورا يومين من الحل، ورا شهر، ورا شهر ونص، لكن يجب أن يتم خلال 60 يوم. فالحل يجب. من هي السلطة الحل؟ عندنا طريقة للحل، حل تشريعي. البرلمان نفسه يحل نفسه. يعني اقتراح من ثلث أعضاء البرلمان، ثلث أعضاء البرلمان 110 يقترحوا تصويت 165 عضو اللي هم أغلبية عدد أعضاء الحل. والطريق الثاني هو حل من قبل اقتراح من طلب من رئيس الوزراء وموافقة من رئيس الجمهورية. هذا لا يحتاج إلى العرض على مجلس النواب. يعني الطريق التنفيذي، طالما احنا دولة برلمانية، دولة برلمانية رئيس وزراء يحكم وكل شيء بيده. يعني ألمانيا دولة برلمانية، ما نعرف غير ميركل، تمام؟ لا، انجلترا دولة برلمانية، ما نعرف غير جونسون رئيس وزراء. طيب، لما جونسون رئيس وزراء بريطانيا أراد أن حل البرلمان بلحظة واحدة، حل وإجرى انتخابات، صوت البرلمان الجديد على ما يسمى بقاعدة بريكست الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لانسحاب الاتحاد الأوروبي. فلكل دولة برلمانية، لرئيس الوزراء سلطة الحل. تورده قال لا، رئيس وزراء يوصي يطلب ورئيس الجمهورية. فإجراء أصولي ورسمي أن بإمكانية الحل بتوصية بطلب من رئيس وزراء وموافقة من رئيس الجمهورية، ولا يحتاج إلى موافقة أي جهة أخرى بما فيها البرلمان. طيب، عندما تم الإعلان من قبل السيد الكاظمي على موعد الانتخابات في 6 حزيران من العام القادم، رأينا يعني بعض الجهات السياسية وبعض الكتل السياسية بدأت تتحجج بموضوع الانتخابات، وبدأت تصرح وتقول بأنه من الأفضل معالجة مشاكل أخرى أفضل من تحديد موعد الانتخابات، ألا وهي فرض هيبة الدولة، حصر السلاح بيد الدولة وغيرها من هذه الأمور. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ وإحنا مع كل واحد ينادي بأن السلاح لا يكون خارج الدولة، وأن السلاح بيد الدولة، وأنه يجب أن نضرب أي مسلح قدما القضاء ويحكم. لكن مع ذلك لا يعني ذلك أن نترك الأمور الأخرى.
اللي هي الانتخابات مسألة مطلوبة، يعني مو كلمة حق يراد بها باطل. الانتخابات نعم، وكل الإجراءات الأخرى يجب أن تتخذ. حصر السلاح بيد الدولة شيء مقدس، لكن بالمقابل الانتخابات شيء مقدس. تحقيق أحد الغرضين هذا لا يؤثر على الغرض الآخر، لكن أحيانا تتخذ هذه الأمور لأجل إطالة الأمر، لأجل تقديم معاقات، لأجل عدم حل المشكلة. يعني أنت لو أنت كنت نائدة، مو الضوجين متنحلين قبل سنة ونص سنتين، ليش؟ ولياب هذه 4 سنين جاي الدورة، سنتين بس استفادت من الرواتب، وبعد سنتين قدامي، لاحظين ولا؟ المسألة طبيعية، هذا بالنسبة للأشخاص، بالنسبة لمعالي نواب المهن. والكتل السياسي حقا يقول لك انتخابات قد تجيب لنا شخصيات جديدة، لأن 70% راح يشاركون أكثر من هذا، وبالتالي قد تأتي كتل سياسية جديدة أكثر منا، وإحنا نكون أقلية بدل ما إحنا أغلبية الآن. طيب سيد طارق، يعني بدأنا نرى بعض التصريحات وبعض الاختلافات حول المادة 64 من قانون المحكمة الاتحادية، والبعض يراها بأنه تحتاج أصلا إلى تعديل، فقانونيا ما هو رأيكم بهذه المادة، وهل فعلا تحتاج إلى تعديل؟ كل تعديل ما تحتاج، مادة مقررة العالم كله بالنسبة للسلطات ياخذ مبدا التوازن، يسموها بالانجليزي بالامريكي تشيك اند بالانس، يعني ما يصير سلطه تنفذ بالدوله، من تخلين سلطه تحل البرلمان بيد البرلمان فقط ما يصير، صارت دكتاتوريه. البرلمان عنده سلطه على رئيس الوزراء ان يسحب الثقه ويقول له الله وياك، بالمقابل اكو سلطه لرئيس على البرلمان يحل البرلمان ويقول لهم الله وياك. ما يصير السلطات كلها الدولة واحدة، هاي كل دول العالم البرلمان الهند جنوبه اسرائيل نتنياهو قبل ايام رئيس حل البرلمان وصار انتخابات جديدة، جونسون بريطانيا، المانيا، ايطاليا، اتحاد كل الدول البرلمانية كذلك. فلا تحتاج اطلاقا إلى جهد أو تفسير، ولا تحتاج إلى تعديل، ولا تحتاج إلى بيان رأي المحكمة الاتحادية العليا. طيب نرجع شوية إلى موضوع الانتخابات، يعني لأن مثل ما تعرف سيد طارق يعني موضوع مهم وحساس جدا، وخصوصا بعد ما تم تحديد الموعد. موعد هل يحتاج إلى تقديم أولا، يعني بحيث حسب ما يرى بعض الجهات السياسية وبعض النواب بأنه يحتاج إلى تقديم أولا، وثانيا البعض يرى بأنه الانتخابات القادمة ستكون كسابقاتها، ستتعرض إلى التزوير، لا زالت حتى هذه اللحظة لا تتمتع بالإجراءات الكاملة الفنية والإدارية واللوجستية، يعني كيف ترى هذا الموضوع؟ تقديم وتأخير لا مانع، كل احنا مواعيد كلها قدمت يوم متأخرت اسبوع كل مواعيد، لان تعرفين ظروف هاي، فتعلمين 6/6 راح يصير من ظروف صحيح. هذا الاساس، ما بامكان تقديمه او تأخيره يا ايام، لكن مو تأخيره شهر مو شهرين. الامر الثاني، كل ما تكون المشاركة كثيرة كل ما يكون التزوير قليل، يعني اذا شاركوا قليلين من الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع ممكن يصير تزوير كبير، لكن إذا اشتركوا كثيرون يصير التزوير قليل. هذا هو النظرية ثابتة، يعني لما بغداد بيها الآن بحدود 5 ملايين ناخب، لما يذهبون 5 ملايين ناخب التزوير يصير ما له قيمة أمام 5 ملايين، لكن من يروحون مليون المليون ممكن التزوير على سلمش. أنا أقول بيد الناخب، بيد الشعب. طيب بيد كل واحد بلغ 18 عمره اللي يجب أن يؤدي واجبه، وهو الشاركة بالانتخابات. طيب. وبيان الرأي، ومن حق أن ينتخب أي واحد يكون، يعني
يعني في حال إذا ظلت الأمور كما هي، هنالك مخاوف من التزوير، لم يتم حسم قانون الانتخابات، بالإضافة إلى أمور أخرى، بعض المشاكل اللوجستية تخص الأجهزة الفرز والعدوى وغيرها من هذه الأمور، وبعض المشاكل الفنية، هل سنشهد مشاركة قوية في الانتخابات القادمة أم لا؟ كل هذه اللي تفضلت بها حضرتك تنعار وتهرب أمام الهدف والغاية الكبيرة، ألا وهو إجراء انتخابات الرعاية، وكل معوقات وصعوبات وكل ما راحوا ناس أكثرية، كل ما يكون عدد المشاركين بالانتخابات، كل ما تكون جماهير كثيرة تذهب إلى صندوق الاقتراع، كل ما يكون ناس هواي يروحون لإبداء رأيهم لبيان رأيهم، كل ما يكون التزوير لا أثر له أو يكون أثره قليل. هذا هو الأساس، يعني يزورون موجودين في الجميع وكل انتخابات يحصل، لكن أكو فرق تزوير يصير 60% 70%، وفرق بين تزوير يصير 10% 15%. يمكن حقق 10% 15% إذا راحوا كل الناس المن وأدلوا صوتهم كل واحد بلغ 15 سنة، لكن لما يروحون ربعهم أقل من ربعهم اعتيادي، راح التزوير يكون كبير والتزوير يكون واضح ويأثر على النتائج. طيب السيد طارق حرب الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات حلك، شكرا جزيلا. إذن يعني تكلمنا اليوم بحلقة، يعني بحلقة هذا اليوم بمواضيع مهمة جدا وتجرى الآن على الساحة السياسية. تكلمنا حول موضوع الزيارة المرتقبة للسيد الكاظمي إلى واشنطن وتبعات هذه الزيارة وفق ترجيحات وآراء وتحليلات، بالإضافة إلى موضوع قانون الانتخابات، الموضوع المصيري طبعا. اليوم الكل تنتظر التصويت وحسم هذا القانون، ويعني حسم موضوع الدوائر الانتخابية وتوزيعها، أكيد إحنا بانتظار الأيام القادمة، وخصوصا كان هنالك أنباء عن عقد جلسة إلكترونية ربما، لحين طبعا ما نتأكد من هذا الخبر وأيضا نرجع نتكلم به حول عقد جلسات البرلمان، لأن بصراحة اليوم عندنا قوانين مهمة جدا تحتاج إلى حسم كقانون الانتخابات، وخصوصا بعد ما تم الإعلان عن موعد الانتخابات. بالتأكيد احنا دائما نتكلم بكل المواضيع اللي حابين تتكلمون بها ان شاء الله بحلقات مقبلة، ايضا نستقبل مقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة سامرة من اجل ايصال صوتكم وطرح كل مواضيعكم. مشاهدينا بهذا وصلنا واياكم للختام، شكرا لكم والى اللقاء.